طيب في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف وبعديها هاجي عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك وهفضل معاكوا لغايه ما تطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحتوا يعني. ايه تمام مش ايه يا ماما؟ ده بيقول يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا عندك في البيت. مراتك ضربه بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما. احنا متخانقين ليه كده بس يا ابني؟ خلاص 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 انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها هنحل المشكله. خلاص يا ماما ارجو. خلاص انا مش ناقص مشاكل ارجوك يا حبيبي. انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه. ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت هي. ها الأوراق فين يا جمال الزفت؟ العلاج جايب معاكي نتيجة وحالتك بقت أحسن. أنا عايزة أمشي من هنا، زهقت. هانت كلها أيام وتكوني خلصتي برنامج علاجك. طب ما أكمله في البيت. ماشي. أخرجك على مسؤوليتي. ماشي. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامع أمك يا رؤوف؟ ما تهدي شوية يا حاجة. هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ وكمان ما دخلوش؟ هما ما عرفوش؟ ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل؟ يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاوية او المراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده قوي. بص انا هقول لكم على حاجه. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، وما دام بيحبوا بعض يستحملوا بعض. مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمها ايه جاي صابرين؟ مش كده يا صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو في بيته؟ ما تكبرش الحكايه يا رؤوف. يومين ثلاثه كده وتروح تجيب مراتك، ما تسيبها زعلانه. انت رايح فين؟ هوصلك واروح البيت يا استاذ. هتروح البيت هتقعد لوحدك؟ لا انت تيجي معايا هنقعد عند الدراز. لا لا الدراز ايه بس، انا ما اعرفوش لدرجه ان انا اروح عنده بيته يعني. لا بقى انا اعرفه لدرجه ان انا ممكن اعزم اي حد ببيته. وبعدين ده مش بيته، ده بيت عفاف اخته.
يا سلام على عفاف، يا سلام على عفاف، ملاك ملاك. مش عارف ملاك دي مش ملاك. بقول لك يا استاذ هلال، سيبنا نروح بيتي، خلينا على راحتي احسن. يعني ده اخر كلام عندك؟ اه. حتى لو قلت لك على المصدر اللي بجيب منه القواضي؟ مين بقى المصدر ده؟ انت مش كنت عايز تروح باين؟ لا ده انا بس اصلي هروح البيت اجيب تريننج، عشان واحنا قاعدين عند الاستاذ دراز ابقى يعني قاعد على راحتي. اه اجيب تريننج. مين بقى المصدر؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. شوفوا جمال الآية يا أخوانا، وفروا إلى الله يعني اهربوا من عذاب ربنا يا ربنا. فيه جمال أكتر من كده؟ معناها إيه؟ عايز تبعد عن عقاب ربنا؟ قرب لربنا. كل ما نتقرب لربنا أكتر، طول ما ربنا يرضى عننا أكتر وأكتر. قربوا من ربنا أكتر يا أخوانا. ايه بتعمل ايه؟ كنت بتفرج على فيديو زيزو. انا بجد مخنوقه قوي ومش عايزه افضل هنا. انا نفسي خدت قراري خلاص، هرجع اعيش عند هيلو تاني. انا كلمته وعرفت ان عنده انكل دروس دلوقتي. لا يبقى بليز تاخدني معاك وما تسيبنيش هنا لوحدي. ماشي خلاص اخدك معايا. يا سلام، ربنا رزقني برجلين في ليله واحده. ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دراز. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبه له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاكم انتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته. اكيد اكيد هيطلقها. اه انت اتهبلتي عفاف؟ عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي. يعني حتى التلميحات. يا مرحب يا مرحب، منورين والله والله منورين. معلش يا دراز يعني بتقلين عليك شويه. اوعى تقول كده، ده بيت اخوك يا هلال وضيوفك اصحاب بيت كمان. منور يا ربي. الله يخليك فيلم. الله يخليك. ايوه عماد. لا انا مش في البيت، انا عند عمك دراز. ما هو بيت دراز بيت يا عماد، ما انت عارف احنا اصدقاء قدام. اه والخدمة هنا حلوة قوي قوي قوي. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. هي مجنونة؟ مجنونة؟ تشربوا حاجة؟ كتر ألف خيرك، كفاية إنك أنت مستضيفنا في بيتك المتواضع ده أهلا. إيه ده؟ يوسف وهبي؟ أيوه نهى. مشهد حزن. أنا مش في البيت، تعالي لي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي. وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجه. ومنظور، هاتي منظور. بصي اي حد مش لاقي حته ينام فيها هاتي. يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضيه اللي قلت لي عليها؟ هقول لك. عفاف عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعه. عشاء ايه تاني؟ ليه وجعوا؟ ده سبع عشاء بجهزه. انت اتهبلتي يا عفاف، عيب كده. دول ضيوفهم، عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ مخلع. حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضيه بتاعتنا، وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها الكوافيره بتاعت مريم. انا فاكره الكوافيره دي عشان ماما مره خدتني معاها، وكان ساعتها عيد الطفوله وقالت لها تعملي شعري. هايل،
عارفه مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحرك عليها انت وزكي.